خصنيش بنتي تكبر وجهها مشرط والحاله المهم تكرفص عليها تعدى عليها اغتصبها واش هذيك قد الاغتصاب وئام بقى صغيره ماشي كبيره زعما يعني ولا شي حاجه شدها دراع وكرفصها ومن بعد دخلت تقريبا مع 3 ديال الصباح مني دخلت الغد لي بداو في التحاليل وفهذا ومشكورين الدكتور تازي وليكيب ديالو الطاقم ديالو الطبي كله يعني من شحال من تخصص والعمليه دامت 7 ديال السوايع والدكتور تازي قال لنا بان يعني 25 سنه ما عمرو شاف شي حاجه 25 سنه ديال الاحتراف في هذا الميدان عمرو ولا شاف شي منظر يعني بهذه البشاعه. هذه العمليه تمت في احسن ما يرام لان الوسائل كلها كانت متوفره باش العمليه تكون في احسن ما يرام. اللي كنبلغ هو ان هذه الطفله انها توصلت بعدد كبير من الجروح بمادة حادة منها تقسيم الأذنين ضرب العين تقسيم الوجه لعدة مناطق ضرب في الأصابع وفي الأيدي. المهم هذه العملية تمت بعد 7 ساعات من الجراحة مع طاقم ديال الاختصاصيين في العظام ولا في الرأس وبالخصوص الآن هي متابعة مع أطبائيين أخصائيين نفسيين في هذا الميدان وهذا التصريح جاء بعد موافقة ديال رئيس الهيئة ديال الأطباء اللي هو متابع هذه الحالة من قريب واللي عندنا معاه في اتصال مباشر عدة مرات في اليوم. أنا اللي شفت في هذا تبارك الله في 48 ساعة بالخصوص الحضور ديال الناس والسيدة أمل صقر اللي وقفت معها واللي جالسة معها أن الحالة ديالها في تحسن يومي ونتمنى أنها تحسن يجي يكون في المستقبل.